بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن ناصر، كل سنه حضرتك طيب. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لكم الكبار كابتن علي عبد الرحمن، كابتن علاء ميهوب، كابتن بلال، وكابتن اسامه حسن. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين جميعا، وكل سنه والشعب المصري كله بخير وفي امن وفي سلام ان شاء الله. كابتن ايمن، مبروك النادي الاهلي النهارده، وهارد لك لنادي الرجاء. قبل نروح لحاله التحكيم، نتكلم على حكم المباراه. هو الحكم الثاني اللي هو محمود علي اسماعيل. كابتن بلال، اتكلمنا انا وانت قبل كده في نقطه مهمه جدا، وهي الشخصيه التحكيميه. كابتن علي كان النهارده بيتفرج معانا، واحنا اتفقنا على حاجه مهمه يعني كلنا شفناها، وهي الشخصيه التحكيميه. كابتن بلال، لو انت مدرب ممكن تدي اللاعب كل حاجه، تديه بدني، تديه فني، تديني خططي، الا شخصيه اللاعب ما تقدرش تديها له. دي حاجه بتبقى موهبه من عند ربنا. وكذلك التحكيم، انا كمحاضر يا اسامه اديك كل حاجه، اديك القانون واديك فهم القانون وتطبيقه وكل حاجه جميله جدا، الا الشخصيه التحكيميه. لو مفيش شخصيه تحكيميه يبقى مفيش تحكيم يا كابتن اسامه. النهارده للاسف الشديد مباراه سهله جدا 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 جدا، كانت فرصه لهذا الحكم ان هو يؤدي اداء افضل من كده بكتير جدا. مفيش اختبارات كتيره ولاعيبه ولا اروع. كابتن بلال، جمهور جميل جدا، مفيش ضغوط عليك. طب انت يعني مستني ايه؟ يعني ده النهارده الاتحاد الافريقي بيختارك حكام النخبه، ولكن النهارده مردودك في هذه المباراه للاسف ما كانش على مستوى المباراه كانت اكبر بكتير جدا من هذا مستوى هذا الحكم.